السلام عليكم بنات، كي داير لاباس عليكم؟ هنيت من تكونوا بتمام الصحه والعافيه. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، فمرحبا بكم البنات في فيديو ديال اش ام نشوفوا الجديد. فدايرين بزاف ديال التخفيضات ديال الملابس، فكيف كتلاحظوا مازالين دايرين لي تيكي ديال التخفيضات، فمازالين يعني الحاجات مازال فيهم الرباخه. فاول حاجه غادي نشارك معكم البنات، فهاد التريكوات هادو دايرين فيهم تخفيض، فكيبداو يعني ابتداء من 4.99 €. كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي في البيستاج، فهادو كيبقاو ب 7.99 €. كاين هاد البلون كاسي هذا تا هو ب 10، فكانوا قبل كتعرفوا كانوا دايرين ب 20، فدابا نقصوا. كاين كذلك مازال عندهم واحد يعني عندهم مازال عندهم بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال التريكوات اللي فيهم تخفيضات. فكيف كتلاحظوا غنوريكم فقط البنات بعض البياسات باش دي واحد الفكره. كاين هاد الكسيوات هادو كيف كتلاحظوا كيجيو فحال قوامج، وهما كيجيو طويلين، كيجيو بالصداف وفي هاد اللون هذا في الموف، وكذلك كيجيو شويه ايفازي، ماشي يعني ماشي مزيرين بزاف. اللي يعني بغا واسع ياخذ طايه كبيره، فكتجي في صاله ديالهم زوينه كتحمق. الثمن ديالهم 8 €. فبالنسبه للبنات يعني اللي محجبه صراحه يعني طوالين، هادو كيوصلوا تقريبا للركبه. فكاين بزاف ديال الموديل، كاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي في اللي كيجي في هذا اللوين في الخضيضر على هذا الشكل هذا. ليديات كيجيو بصديفات، وكذلك كيجي يعني كورفي، وكذلك صديفات حتى لتحت. فهادو كيبقاو ب 10 €، كانوا من قبل ب 20. فهذا هو الديكور ديالهم كتشوفوا، وكيجيو واسعين بالنسبه يعني البنات اللي كيلبسوا الواسع، راه هادو واسعين والطايات مازال موجودين. كاين هذا الموديل ديال الكسوه كذلك على هذا الشكل هذا، فكيجي فيها الغوز وبيستاج اللون ديالها، وعندها لاستيك في العنق، ففيها بعض التكريشات انتما تشوفوا كيجيو بلاستيك، وفيها هاد البليات اللي كيجيو في الجناب ديال يعني في الجهه ديال الكتيفات، كيجيو هابطين حتى النص يعني السمطه، وفيها في السمطه يعني فيها لاستيك، ولكن لاستيك ما مزيرش كتجي واسعه شويه. فالثمن ديالها حتى هي 10 €. وبالنسبه للثوب يعني الثوب ديالها زويون رطيب يعني وخفيف. فاليدين فيهم لاستيك كيف كتشوفوا. كاين هاد الموديل حتى هو اللي في الزيتي كيجي بالكاروات، فالثمن ديالو 6 €. كتشوفوا كسوه ب6، كتجي حتى هي طويله حتى لركابي، وعندها السلسله من اللور. فالفصاله ديالها يعني زوينه البنات. وبالنسبه للي طايفه موجودين كيف كتلاحظوا 5 €99، ثمن يعني ناقص بزاف الطب فرخه. كاين هاد الكسيوه حتى هي اللي كتجي حتى هي طويله حتى لركابي حتى هي، وكذلك فيها صديفات من القدام، وكتجي كذلك واسعه، فكتلاحظوا الطول ديالها طويله وكتجي فحال لا كلوش. وليديات كذلك مجموعين وفيهم صديفه، ومن القدام يعني كتجي كولفي وكذلك بالصديفه. كاين هاد الموديل اللي كيجي فحال الجين في الاسود، كيجيو فيها دوك البليات كيف كتلاحظوا، فالثمن ديالها حتى هي 10، وكتجي كذلك طويله شويه يعني فوق الركبه شويه. كاين هادي كذلك هاد القويمجه كتجي حتى هي طويله شويه حتى هي بالصداف. فكاين بزاف الموديلات. كاين هاد كسيوه كتجي على شكل ديال الكابا كذلك ب 15، كتجي ليدين ديالها كيف كتلاحظوا كتجي بهاد العقده في الدوري، وكذلك كتجي في بالنسبه للبسه كتجي يعني بالجنب، كتجي دايره الجنب ديالها يعني كتسد بصديفه في الدوغي. كاين كذلك القوامج كيف كتلاحظوا، فهاد الشيء كامل يعني دايرين فيهم تخفيضات. فكاين بزاف ديال لي موديل، كاين هاد الموديل هذا ديال النمر فكيبقى ب 8 €99 قويمجات، وكيجيو في هذا الشكل بحال الفراش يعني من في العنق.
فكاين قميص كيحمقو، كاين هادي ب10 كتجي بحال المرتا هي، كتجي بلاستيك في العنق وكذلك في اليدين بلاستيك، تجي مع الصايات وكلشي. كاين قويمجات ديال الجين كذلك كيف كتلاحظوا، حتى هما ب10 الاورو، كانوا يديروا 25، ففيهم بزاف ديال لي موديل، فهادشي كامل كيف كتلاحظوا البنات ناقصين فيهم. وبالنسبه للسيكان البنات فتا هما دايرين فيهم تخفيضات، فكاينين مازال فيهم تخفيضات، فبحال هاد السيكان ب8 الاورو، قبل كانوا يديروا 15. سيكان كيحمقوا يعني ديال كيجيو بحال جلد الحيه على هاد الشكل هذا، كتجي فيهم سمطه طويله يعني الكتف وكذلك ديال اليد، والشكل ديالهم انيق ويعني كيجي زوين في اللبس. كاين هذا الموديل كذلك اللي في الصفر، فكيجي زوين اللوين ديالو يعني اللوين ديال الربيع، فالثمن ديالهم 4 الاورو، فالثمن يعني جد معقول ومناسب. كاين هذا الموديل هذا كتشوفوا عنده شكل بحال الخاتم كيتسد بطريقه، وكذلك عنده السمطه، وبالنسبه يعني لاكاليتي ديالو داير بحال الجلد وجاي في الكري، اللون ديالو زوين. فالثمن ديالو نشوفوا فالثمن ديالو 15. كاين هاد سويك هذا كذلك فيه اللي مازال فيه تخفيض، فاللي شافوا الفيديوهات ديالي اللي قبل فكانوا شايفين اللي فيه تخفيض، فهذا مازال فيه تخفيض، كيجي ريح بحال بزطام وهو على الشكل ديالو زوين، كيجي بحال جلد الحيه، الثمن ديالو 8 الاورو. كاين حتى هادو اللي كتشوفوا حتى هما 8 في بلون كاسي. كاين هاد سويك هذا حتى هو اللي كيجي بحال القصب بحال البامبو الشكل هذا، كيجي في الدوغي والاسود، كيجي الشكل ديالو صغير يعني كيصلح البورطابل، ويعني كذلك ديروا فيهم حاجات يعني صغيورين ماشي كبير بزاف يعني ما كيهزش بزاف. والثمن ديالو كيف كتلاحظوا ف 16 اورو، هذاك ما دايرينش فيه تخفيض. وبالنسبه لزاكسسوار ف اش ام دخلوا لي زاكسسوار واعرين يعني بالنسبه للسنيسلات وكذلك غورميطاس، وكاين يعني اللي كتجي السيت كامل يعني كيجي فيها ثلاثه سنيسلات، فكيجي بحال كوليه كيجيو ثلاثه ديال لي بياس فيهم بحال هذا الشكل هذا، كتجي يعني وحده سامبل وحده كتجي فيها دوك تقيتقات، وكاين كذلك كيجيو فيهم حجارات، فهذا كيجي بحال سيت كامل. فالثمن ديالهم كيجيو كيبقاو ب18 الاورو، وكذلك كاينين في الدوغي وكذلك في النقري يعني بحال النقره. والجميل فيهم انهم يعني ما كيتاكسدوش او ما كيمشيش ليهم اللون ديالهم دغيا بسهوله، فكاينين فيهم شي وحدين اللي فيهم يعني لاباز ديالهم كيكونوا من نحاس، فكاينين بزاف ديال الشكيلات يعني انواع ديال الشكيلات، فعلى حسب كل واحد وانتم غادي تعرفوا الحاجات اللي واحد كيفاش الذوق ديالو في الاذواق تختلف. كاين هذا الموديل هذا ما عرفتش واش تيبان لكم، فبالنسبه للاضاءه دايرين بزاف ديال الاضاءه في هذه الجهه ديال لي زاكسسوار، فكنت دابز مع الكاميرا انها باش تشد ليا مزيان البنات، ولكن للاسف كيخرج يعني مع الضو بزاف ما كيشبرش ليا بزاف يعني باش تبان ليا. كاينين هادو ب9 كيف كتلا ب10 عفوا 9 الاورو 99 كيجي فيهم حتى هما ثلاثه. فقط كنعطيكم فكره البنات كدائما، فنوريكم الحاجات وانتم ملي فاش كتمشيو للتيندا او كتشوفوا، فانتم غادي تختاروا على راحتكم الحاجات اللي على حسب الذوق ديالكم. كاين هاد الموديلات الفوق كذلك حتى هما فيهم بزاف التشكيلات، وكيف كتلاحظوا فكاينين يعني ديال اللون الفضي ديالهم كاينين. كاين هاد الحوالق هذا كتشوفوا كيحمقوا يعني كيجيو لامعين، كيجيو بالحجيرات ديال الحضور. فبالنسبه للثمن ديالهم ما بانش ليا، فالثمن ديالهم 18 كتشوفوا لتحت. كاين كذلك الحوالق وكذلك الخويتمات، فكاينين بزاف تشكيلات الخويتمات حتى هما دخلوهم، ف
فكاينين هادو كيجيو فيهم خمسة ديال عفوا أربعة ديال خمسة ديال البياسات ديال الخواتم، الشكيلات ديالهم كيحمقوا بالحجيرات، الثمن ديالهم 10، ولا كاليتي ديالهم زوينه البنات يعني ما بيهاش واعره. كاين هاد النضيدرات هما دخلوهم عاد جداد، فالبنات قبل ما ننسى اذا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش الاشتراك وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما. كتشوفوا هاد النضيدرات كيجيو بحال كيجي اللون ديالهم موف، كاينين هادو اللي كيجيو اللون ديالهم الجناب ديالهم يعني كيجيو بحال مارو، والدخلاني ديالهم كيجي في الموف، هذا هو الشكل اللي دخلوا. كاين دوك لي بواط ديال الخيل كذلك جايبينهم. وبالنسبه للماسكاريات فجابوا هاد الماسكاريات هادو فيهم جوج ديال البياسات، الثمن ديالهم 10، ولا كاليتي ديالهم كيجيو خفيفين وزوينين يعني مدوبلين كيجيو في النمر. كذلك الشيلان فدخلوا واحد المجموعه ديال الشيلان في الاسود في الخضيدر وكذلك في الموطارد والغوز، فكيجيو كبارين يعني والثوب ديالهم كيحمق الثوب ديالهم. شوفوا الثمن البنات، فكيف كتلاحظوا الثوب ديالهم كيحمق الثوب ديالهم زوين 10 الاورو. فالبنات وصلت الى نهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لي لايك، وفي امان الله وحفظه، ومع السلامه.